فالدرس غادي نشوفوا ثلاثه ديال الحوايج. فانكشن هويستين مثلا ما كنديكلاري واحد الفانكشن وكنقدر ناكسس ليها من قبل. ثاني حاجه غادي نشوفوا الا كاين مثلا واحد تو ديفرنت فانكشنز واش نقدر ناكسس الايدنتيفايرز من ايتش وان. وثالث حاجه غادي نشوفوا هما النستد سكوبس، يعني ما كنكبي واحد الفانكشن واش فانكشن واش كيفاش نقدر ناكسس ديال دوك الايدنتيفايرز وشنو هما الفورز اللي كينطابقوا في هذا الكا. دابا غادي نشوف واحد الكونسيبت اللي هو الفانكشن هويستين وشنو العلاقه ديالو مع سكوبس. دونك فانكشن هويستين اشنو كيطبع اون نيفو ديال الفانكشن هويستين؟ غنسيمولي واحد البروبليم، غادي نكبي مثلا واحد الفانكشن جيت نيم اللي وغنكبي واحد الفيريبل داخل فول نيم وسط من هاد جيت نيم داربوي مهدي اي غنبغي تشوف من الفاليو ديال هاد فول نيم. اوكي دونك انا الا مشيت تعيط مثلا على الفانكشن ديال جيت نيم جيت نيم مزيان اوكي افيشيالي ريزولت لي داربوي مهدي ما كاينش شي مشكل. ولكن المشكل فين غادي يطرا؟ المشكل غيطرا الا مثلا عيطت عليها من قبل، انا ديكلاريت هنا ولكن بار كونط واخا عيطت لها من قبل عطاتني ريزولت لي داربوي مهدي. هذا اش كيتسمى؟ هذا كيتسمى الهويستين، يعني جافا سكريبت انجين كيتسمى الهويستين. اوكي يعني الجافا سكريبت انجين شنو كيدير؟ واخا ديكلاريتي داكشي كيشد هذوك الايدنتيفايرز في هذا الكا جيت نيم وكيحطو ات ذا توب اوف ذا بروغرام، يعني تقدر تاكسيدي للفاليو ديال الجيت نيم ديال هاد الفانكشن من قبل ما الديكلوريشن. ديما ديرو اتونسيون ديما شنو هو الحل؟ الحل هو مثلا حاول ديما تكبي الفانكشنز ديالك من قبل وتعيط عليهم من بعد باش ما يطراش لك شي بروبليم ولا شي ميتاسيون نيفو ديال البروغرام ديالك. كاينه كا واحده اخرى تقدر كاع مثلا انا نعطيكم اكزامبل واحده اخرى، تشدد جيت نيم تشدد فيرتشوال فاليو ديالها وغادي نستوكيها في واحد الفيريبل نيم دبليو كونسول لوج نيم تشوفوكم كوا افيشالي ريزولت. يعني كاين مشكله هنا، يعني طرا لينا الهويستين. باش نيفيتيو هذا المشكل كيف ما قلت لكم ديما ديكلاري الفانكشن ديالك الا بغيتي تانفوكيها ولا تيكزيكوتيها من بعد ديكلاريشن، لان بعض الخطرات كيكون عندنا بزاف ديال لي فيشي او نيفو ديال واحد البروغرام وكيقدر يطرا هذا الهويستين. دونك الفانكشن ديكلاريشن كتكون ديكلاريا من قبل ولكن هو كيشد هاد الجيت نيم ولا كيشد دوك الفانكشنز ديالهم وكيقدر يخدم بهم من قبل من الديكلوريشن. ديما ديرو اتونسيون مع هاد الكونسيبت. كاينه كا واحده اخرى الا بغينا نيفيتيو مثلا هاد الهويستين تقدر تخدم بالفانكشن اكسبريشن، لان هادي كتسمى فانكشن ديكلوريشن. نقدر نخدم بالفانكشن اكسبريشن غنكري واحد الفيريبل جيت نيم وغادي نستوكي فيها واحد الانونيمس فانكشن غادي ناخد سيم فيريبل نكوبيها سيم فيريبل دابا تشوفني هاد full name return full name. دابا غادي نعاود ندير نفس المشكل نحاول انفوكي ونسيميلي get name شوفوكم كو هنايا عطاني ريزولت لي ربي مهدي. باغ كونطرا علاش ديتو هزيتها قبل من function declaration ولا function expression declaration كتشوفوكم كو قال لي cannot access get name before initialization اللي كتعني بانه ما كاينش هويستين هنا بحال هاد الكا ديال function declaration. دونك في الكا ديال function expression ما كيطراش هاد المشكله، يعني هاد جيت نيم بحال قلتي خدم نورمال ما طراش فيه الهويستين. انفو غادي تحاول تزيد جيت نيم وتعيط عليها من قبل من الفانكشن اكسبريشن ديكلاريشن غنقول لكم كون يمكنش اكسيدي ليها. غنشوفو واحد الكا واحده اخرى غنكري واحد جوج ديال الفانكشنز وغنشوفو واش نقدرو من فانكشن اكسيدي الفيربلز ديال فانكشن واحده اخرى. اوكي دونك غنكري واحد الفانكشن 1 اللي فيها مثلا واحد الفيربل فيرست نيم اوكي ربعوي ونكري واحد الفونكشن 2 اللي فيها واحد الفيربول last name كونس last name مادي. شنو غادي يطرا هنايا؟ انا return ديال واحد return ديال first name same thing ناخد هنا return ديال last name. الى عيطت على الفونكشن ديالي 1 هنايا ديال واحد الكونسل لوغ مزيان عرفت لي ربعوي خلي الفانكشن ديالي نورمال هذا الكونسول لوغ غادي نعيط على الفانكشن 1 وسط من هذا الفانكشن 2 باش نقدر ناكسيدي مثلا هذا الفيرست نيم. الى افيشينا درنا كونسول لوغ 1 هنايا غادي افيشي لينا نورمال غان انفوكي 2 جاي باش ناخذ واحد البيزك ايدي. اشنو طرا هنايا؟ درت واحد الكول اكزيكيوتيت الفانكشن اللي هي 2 افيشيت لي ابو بلا حتى شي مشكل. ولكن انا شنو بغيت؟ انا بغيت مثلا اكسيدي لهاد فيرست نيم اللي وسط لانني عيطت على الفانكشن 1 هنا بغيت ناكسيدي لهاد الفيربل اللي هي فيرست نيم من هنا. اوكي غنجرب غادي في كونسول لوغ نجي فيرست نيم
وغادي نكوبيها. كيف ما كتشوفوا قال لكم هو first name is not defined اللي كيعني بان هادو راهم different scope. واخا تعيط على واحد الفانكشن اللي هي 1 وسط هاد الفانكشن 2 ما يمكنش اكسيد الفيربلز ديالها, ما يمكنش اكسيد الفيربلز اللي كرييتيهم في 1 امبوسيبل لانهم سكوب, السكوب بوحدو وهاد سكوب بوحدو. كاين هكا وحده بما اننا هنا ريتورنينا فيرست نيم نقدر نشد مثلا ريتورن هاد فاليو ديال هاد 1 نسميها مثلا نكري واحد الفيرست نيم واحد اخر اوكي اي عطيتها كفاليو ريتورن هاد فاليو ديال 1 اللي هي هادي اي من بعد نقدر ناكسيد ليها دابا فيرست نيم. هذه هي الطريقه الوحيده يعني نشد الريتورنت فاليو ديال واحد الفانكشن ونأكسيد ليها. باغ كونتر الا انا شديت الفانكشن نورمالي يعني عيطت عليها درت ليها واحد الاكزيكيوشن وشديت هنا وبغيت ناكسيد الفيربول ما يمكنش. يعني هاد الفيربولز ار جيلد يعني مسدود عليهم في هاد الفانكشنز ما يمكنش اكسيد ليهم من الداخل اوتوماتيكمون من هنايا من تشو. واخا تبقى تكري فانكشن 3 فانكشن 4 ولا whatever كل وحدة عندها الفيربولز ديالها كل وحدة كتسمى سكوبد هذه بلوك سكوبد ولا فانكشن سكوبد ما يمكنش اكسيدي لهاد الفيربولز سيبريتلي. راه نشوفوا دابا الكلاخ ديال الناس سيت فانكشنز هذا الشيء كامل غنكري واحد الفانكشن 1 وسط غادي نكري واحد الفانكشن 2. شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني بان عندنا ناس سيت فانكشنز يعني فانكشن وسط فانكشن اوكي هذو كيف ما قلنا كنسميهم ناس سيت functions. غنشد مثلا وسط في هاد الفانكشن 1 غنكري واحد الفيربول فول نيم اي وسط من عربوي مهدي اي وسط من الفانكشن 2 غادي نكري مثلا واحد الفيربول بروفيشن ويب ديف ويب ديف. شنو غادي يطرى هنايا؟ نقدر ناكسيدي هنايا عندي سكوب ديال 1 وعندي وسط واحد الناس سيت سكوب ديال 2 دونك عندي بواطه كبيره وسطها واحد البواطه صغيره. القاعده شنو كتقول هنا؟ بان من البواطه الصغيره اللي هي هذه تقدر تاكسيدي لهاد الفيربوز اللي في البواطه الكبيره اللي في هاد السكوب اللي هو 1. دونك الا جيت هنايا ودرت فول نيم غنقدر ناكسيدي ليها غنعيط على نعيط بدل الفانكشن هنا 2 ونعيط على الفانكشن 1. كيف ما كتشوفوا قدرت نافيشي هاد عربوي مهدي. باغ كونتر المشكلة فين غادي يقدر يطا؟ غادي يقدر يطا فول نيم نقدر نعيط عليها من بلاصة ما كاين حتى شي مشكل, ولكن إلا حاولت ناكسيدي البروفيشن ما يمكنش. أقول لي بروفيشن إز نوت ديفايند لأن ما يمكنش من هاد البواطة الكبيرة تاكسيدي الفيريبلز اللي كاينين في هاد البواطة الصغيرة. هادو نستد سكوبس يعني بواطة اللي هي هادي وسط من بواطة اللي هي هاد الكبيرة. دونك تقدر تاكسيدي الفيربولز اللي كاينين هنا اللي برا باغ كونتر ما تقدرش اكسيدي هاد الفيربولز اللي كاينين لداخل من برا. واخا دير 6000 فانكشن فانكشن 3 اتكري مثلا كونس بروفيشن 2 ولا whatever ما يمكنش ناكسيدي لهاد بروفيشن 2 من هنايا من برا ما يمكنش لان هنايا هادو بواطات مسدود عليهم عندهم الايدنتيفايرز ديالهم. باغ كونتر الحاجه الوحيده اللي نقدر ندير هو من هاد 2 ولا 3 افيشي هاد فول نيم اكسيدي ليها كونسول لوك فول نيم كونسول لوك فول نيم نعيط على 3. يعني بالنسبه لينا القاعده هنا في الناس فانكشنز ان فوا كتكري هادوك الفانكشنز اللي وسط واحد الفانكشن اللي هي جلوبال هنايا كتقدر تاكسيد بحال هذاك يولي واحد الجلوبال سكوب. مي هو نورمالمون هذا واحد سكوب سميتو 1 هذا سكوب سميتو 2 وهذا سكوب سميتو 3 واي ايدنتيفاير مسدود عليه في هاد الجوج. باغ كونتر هاد الجوج كيقدروا اكسيديو لاي ايدنتيفاير من هاد ال1 اللي هي بحال اللي قلتي البير ديالهم